تواصل دولة الإمارات تكثيف جهودها لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وتحرص على مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية في ظل الوضع الإنساني الخطير في القطاع. البداية كانت من حملة تراحم من أجل غزة التي أطلقتها دولة الإمارات، وشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين لدعم أشقائهم في فلسطين. وعكست هذه الحملة جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء. ليأتي بعد ذلك أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ببدء عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك من خلال تسيير جسر جوي لنقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين. كما تضمنت عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، وإقامة 6 محطات لتحلية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 1,200,000 جالون يوميا، يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600,000 نسمة. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعلاج 1,000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1,000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة. واليوم ومواصلة للجهود الإنسانية الكبيرة لدعم المتضررين في قطاع غزة، أعلنت دولة الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار دعماً لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. هذا الدعم الذي يؤكد مواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.